أحلى شيء في اليوم إنه كل أحد حس إنه في السعودية. كان في خليط من الكبار من الصغار، جاي من اسكتلندا، جاي من شمال إيرلندا، جاي من مختلف المدن، جايين مع عوائلهم، أجانب، جنسيات مختلفة، كله جاي لابس اللبس، فرحان، حيحس إنه رجع إلى بيته، رجع إلى دياره. لأ، فخور إن معه مجموعة من الغير مسلمين حتى البريطانيين، وواقفين يشرحوا لهم بكل فخر عن يوم التأسيس، يتكلمون، واقفين معرض رائع ضم التاريخ بالكامل من الدورة الأولى للثانية للثالثة للرابعة للمستقبل، وغرفة ثانية معرض آخر ضم جميع التراثيات التي على مر العصور لبسوها أجدادهم وجداتهم إلى الآن. يعني كان عبارة عن محفل يضم العصور كلها، المناطق كلها، الجنسيات كلها، وكلها تتعرف على شيء واحد. منين بدأنا؟ أين بدأت المملكة العربية السعودية؟ هذا كان أحلى ما فيه. أنا كنت متخوفة، أطلقنا وقلنا مين يحب يتطوع، والواحد قلقان سوف يحضرون لن يحضروا. إلى آخر لحظة فوجئت والحمد لله على مدى أشهر إنهم يشتغلون وينظمون ويتفقون في أشياء عرفت عنها، وفي أشياء تفاجأت فيها اليوم وسعدت فيها. يعني في برامج كثيرة لم أعرفها إلا معك وإلا معكم في هذه المناسبة، ولكن الفكرة كلها أنت اطلق العنان لكل فرد أن يبدأ، اطلق العنان لكل مخلص أن يعطي لوطنه على قدر استطاعته، اعطيهم فرصة ليثبتوا ولاءهم وفخرهم وعظمة بلادهم. شوف ايش بيسوي. انا يعني من هذا المنبر اشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اشكر ولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود انه اعطى الفرصة لابناء الولد ان يأتون ويبتعثون، ليس فقط هنا في بريطانيا ولكن في انحاء العالم. يصدم الجميع عندما أتحدث عن برنامج ابتعاث. برنامج ابتعاث بدأ من 1927 من الغفور له الملك عبد العزيز آل سعود. يكفي أنهم أرسلوا إلى أنحاء العالم على حول 100 عام أبناء الوطن ليتعلموا، وليس هذا فقط ولكن في داخل الوطن أفضل الجامعات وفي كل المناطق. هي هذه أهم نقطة تعلمها نحن، نرى اهتمام الدولة بالتعليم، نرى اهتمام الدولة بأبناء الوطن. أهم شيء في الوطن الهيومن كابيتال ديفلوبمنت، الثروة البشرية. ممكن أن تشتري الآلات وممكن أن تبني المباني وممكن أن تفعل ما تشاء، ولكن بدون أبناء الوطن وبدون بنات الوطن المخلصين لم تكن الدولة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة، لم تكن إنجازات أجدادنا ولا آباءنا ولا نحن ولا أبناءنا ولا أحفادنا.